السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي ما عمر شي واحد حقه ما دارو، وهو الاجراءات الاولى اللي خصنا نعملوها باش نهيئوا البيت الولادة ديال الارنب. هذا الارنبة راها انا حاسب لها دابا ان شاء الله راه غادي تولد، راها في الولادة، ماشي غادي تولد، وانما شوفوا سمورها كدير مسكينة، راها كتهيئ بيت الولادة. شوفوا سمورها دايره هنايا، شوفوا راها جامعه كاع داك الفتات اللي كان على برا راها جامعه. اذا كيفاش غادي نتصرف معها دابا؟ شحال من واحد كيسولني على هذه القضيه، يعني الاجراءات الاولى اللي غادي نديروها لها. هي الام ضروري انه هي اللي تخليها تهيئ بيت الولاده وليس نتوما، يعني ماشي نتوما تجيو تحلوا بيت الولاده وتحلوا وتهيئوا لها البيت، لا، هي كتبغي يعني تصوبوا على خاطرها. ها انتم سمورها دخلت هذاك الشويه اللي كاين تما، لاحظوا انني سمو غادي ندير، غادي نشد واحد القطعه، هذا اللواط، هذا احسن حاجه انا جربتها. كاين اللواط اللي مفرتت، وكاين هذا النوع هذا، وكاين النوع ديال كاين الناس اللي كيديروا النجاره، انا لا، انا كندير هذه الطريقه، هذه راه لقيتها صالحه. انتم شو سمو غادي ندير لها؟ غادي خصكم ترميو لها غير بهذه الطريقه هكا. شو سمو هي غادي دير له؟ غادي تشدوا انتم وكتبقى تفتوا انتم، هي بحال اللي كتفزروا انتم، سبحان الله، انتم كتجمعوا دابا بفمها. راه ممكن ان هذا اللواط نعطيو لها وهي ما حاملاش، ما غاديش تديها فيه، ولكن شوفوا الطريقه باش كتجمع به. شوفوا سبحان الله، كتجمع فمها. انا رميت لها قطعه كبيره، هي ترمي لها غير قطعه صغيره، كتبقى يعني كتبقى تجمعها فمها، وواحد اللقطه كتدخلها لبيت الولاده. في هذه الفتره هذه راني عطيتها التفاف على حساب الحليب، دابا تبارك الله راني قلبت لها يعني الحنامات ديالها عامرين بالحليب. دعوا معايا المشاهدين ديالي ان هذا يعني الارنبه راه دايره بلديه، راه ماشي بابيون، هذه بلديه. غير تهلت فيها شي شويه ولات شاده صحتها تبارك الله. عطيتها لهذاك الذكر البابيون، دابا راه غادي ها هي دخلت. هانتوما هي كتجهز بيت الولاده، انا غنطلع عليها غير بشويه، واخا ما خصنيش نطلع عليها. دابا راه كتقول لي اعطيني اكثر، ها دخلاته. شو سبحان الله، شفتو؟ ها هو هي كتعطيني اشاره انها باغا اكثر. هانتوما شوفوا، انا غادي نحطو لها هنا. شو سمو كي غادي دير، شفتو؟ هانتوما غادي تهزو كامل، يعني هانتوما، وكتبقى تشدو فمها هكا وكتبقى تدخلو لداخل. نخليوها ونشوفوا كيفاش كتهيئ البيت ديال الولاده. هانتوما شوفوا معايا، سبحان الله، يا سبحان الله، ما خصنيش ندير هذه العمليه، ولكن ضروري اننا نوريكم هذا الشيء باش انا ما باغيش نفتح عليها. نوريكم غير من هنا، شوفوا كيفاش كتستف هذاك الشيء. دابا هذه الليله تكون ان شاء الله والده، انا متاكد انها غادي تكون والده ان شاء الله. هانتوما شوف كيفاش كدير. نتوما كما قلت لكم ما تعطيوهاش اللواط، نتوما تحلوا هنا، تحلوا هذا البيت ديال الولاده ها هو، وتعطيوه لها هنا، لا، خلي اعطيوه لها هنا، وتا ما تعطيوهلهاش مباشره، لا، خاصها هي تقلب عليه، يعني مثلا ممكن تحطوها كان، لان هي خاصها تهيئ هذاك البيت الولاده. هانتوما ترميو لها بشويه، ما تعطيوهلهاش كلشي خطره. هانتوما بحال هاد القطعه هادي، غير تفزروها شي شويه بحال هكا، ما تخليوهاش مجموعه، هانتوما وتعطيوها لها بحال هكا. شوفوا راه مضاربه مع هذاك الطرف اللي عطيتها، كتبقى تلوي فمها وتدخلو، سبحان الله. هاي شوف شو سبحان الله، هي غادي تدخلو وغتخرج عندي باش تعطيني الاشاره باش نعطيها عاود. هانتوما دابا راه كتحطو كتستف بيت الولاده، كتحط هنا في الجوانب، وفي الاخر غادي تشد راسها وغادي تنتف راسها وتخلطوا مع هذاك يعني الريش ديالها، ماشي الريش، الشعر ديالها، سبحان الله. هادشي زعما هانتوما تبارك الله، هانتوما غادي نحطوا لها، غادي تهزوا عاوتاني، تبقى تجمع فيه كله هانتوما وتخرج وتعطيني الاشاره انها عاوتاني باغيه.
باغي المزيد يعني. انا عطيتها في التفاف راني موجد لها النخاله ان شاء الله غير تولد النخاله مع الماء الساخن ونعطي لها وملعقه عسل ملعقه عسل عادي مع الماء والتفاف صافي وتعطيوها المسائل العاديه وحتى لقامه ديال الاتاي يعني البقايا ديال الاتاي حتى هي مزيانه لها لان في الوقيته كتكون محتاجه بانها تقوت يعني في الوقيته بلا ما تبخلوش عليها بالماكله مسكينه عطيوها لانها كتكون محتاجه الماكله يعني كتكون يعني ملي كتشوفوها بهذا الحجم هكا غير غادي تولد انتما هي دخلت انا نوجد لها عاوتاني انت هذه الطريقه اللي كنديرها انا بجميع الارانب ديالي يعني غادي معاهم بهذه الطريقه ملي كنبقى مراقبهم هي خاص المراقبه ملي تشوفوها باغا تولد يعني راقبوها انتما بحال الطريقه هكا حلوا شويه بحال هكا وعطيه لها غير هكا وخليها هي تقلب عليه انتما شوف فمها راه عامر وبغات المزيد ها انتما شوف دابا راه كتدخل وتستف وتقاد سبحان الله يا سبحان الله انتما شوف دابا هذا الشيء كله غادي ديروا خليط مع يعني مع هاد اللواط هذا اللواط خليط مع ملي غادي تنتف راسها داك الشعر ديالها غادي تخلطوا معاه وكتستفهم هي كتحطهم في الوسط هكا كدير لهم هكا كتحطهم في الوسط هكا وكتدور عليهم بحال الدائره بحال العش وكتجيب الشعر ديالها من الفوق وكتحطوا عليهم هكا هذاك هو اللي كيدفيهم بصح اذا نخليكم بلا ما نطول عليكم الفيديو بلا شك انكم راه يعني بغيتوا تكملوا حتى الاخير ولكن نخليوها مسكينه تولد على خاطرها يعني ما نديرونجيوهاش خليها تولد على خاطرها كنظن هاد الطريقه هذه غادي تفيدكم ان شاء الله المهم انكم تكونوا مراقبين راقبوا الارانب ديالكم ما تخليهمش منهم راسهم لا راقبوهم باش منين يوصل لهاد الوقيته هذه يعني يحسوا بكم راكم متابعينهم ملي كيحسوا بكم راكم متابعينهم كتكون الولاده صحيحه 100% ان شاء الله اذا هذه الطريقه ديالنا شوف هي خرجاتو عاوتاني ها هي كتخرجوا تدخلوا عاوتاني علاش خرجاتو باش كديروا التصفيف كتصفوا باش كتركز اكثر فهمتوا سبحان الله اذا الحلقه ديالنا هي هذه راه سهلات دعيو معنا ان هاد الارنبه يعني تولد بواحد الطريقه مزيانه لان اول مره غادي تولد بطريقه ديال التهجين غادي ندير يعني كانت ولدت ارانب بلديه والحمد لله راني بعتهم ولكن ما كبروش دغيا راكم عارفين الواحد كيبغي الربح شويه يكون سريع راني دابا درت زوجها مع الرومي باش يعطيوني ارانب كروازيه ان شاء الله دعوا معنا ان هاد الخلفه انها تكون مبروكه ان شاء الله كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم وحنا غاديين ان شاء الله بالمشاريع الزينه ان شاء الله وداعا للكسل ان شاء الله اهلا يعني الفرح ان شاء الله الناس مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر جيم ما تنساوناش بير جيم دعمونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.